هالاسلوب وهالاستمراريه بهالعمل هاد بهالنهج هاد ما رح يؤدي الا الى خراب الشركه. طلباتنا اولا في عندنا شركه بتشتغل كل شيء. لا كيف يعني؟ قال بتجيب لكم من البرغي للبرج، قال بكم تعملوا معها عقد حصري وممنوع التعاقد مع غيرها. قلنا له كيف الحكي؟ نحن بنجيب اسعار بنجيب عروض، واللي بيقدم عرض اسعار ومواصفات اسعار بياخدها. قال لا هون مجبرين، والا قلنا له والا شو؟ روا يا شباب شو الا؟ شو كل شغله فيها تهديد؟ قال في فلان زعجنا، هو عني انا رئيس مجلس اداره، هذا زعجنا بدنا اياه برا الشركه. قلنا له شو هالطلب هذا؟ قال هذا بدكم تنفذوه، والا والا شو؟ والا اذا انتم ما نفذتوه انتم بتحاسبوا عليه. اجوا قالوا ماشي الحال، هلون العقود بده يوقعون هلا بعد نص ساعه. قال لا انتم بدكم توقعوا مجبورين، والا نتصرف معكم. شو المطلوب هلا؟ قال المطلوب تتنازلوا. قال هذا هيك والا، والا شو؟ يا جماعه هيك اسمه تخريب. قال والا اذا ما عملتوا هيك رح نسحب الرخصه ورح نوقف كذا ورح نحجز الشركه. قالوا يا جماعه قالوا عندكم الاحد، يا بتنفذوا والا. فاذا اليوم وصلت فيهم التمادي حتى علي فلا حول ولا قوه الا بالله، بتنهار الشركه وبنهار الاقتصاد وبنهار ما بعرف شو بده ينهار بقى.